سياسيا، أعلن رئيس حزب الكتابة اللبناني سامي الجميل استقالة نواب الحزب الثلاثة من البرلمان. وفي سياق متصل، أعلن رئيس الحكومة اللبنانية حسن دياب أنه سيطرح الدعوة لإجراء انتخابات نيابية مبكرة لنزع فتيل أزمة سياسية متفاقمة بعد الانفجار المروع في ميناء بيروت. وقال دياب بواقعية لا يمكن الخروج من أزمة البلد البنيوية إلا بإجراء انتخابات نيابية مبكرة لإنتاج طبقة سياسية جديدة ومجلس نيابي جديد. وللاطلاع على آخر المستجدات الميدانية والسياسية في بيروت تنضم إلينا مراسلتنا جويس الحاج خوري. أهلا بك جويس، أوجزي لنا لو سمحت آخر التطورات ميدانيا وسياسيا. وعد أنا أقف في الشارع المؤدي إلى البرلمان، هذا الشارع الذي شهد بالأمس أعمال عنف جراء قيام قوات الأمن اللبنانية ومكافحة الشغب بالتعاطي بقوة مع المتظاهرين لصدهم عن الدخول إلى باحة البرلمان. هذه الساحة التي يجمع منها حطام الزجاج والأخشاب التي حرقت بالأمس ستشهد مرة جديدة اليوم دعوة للتظاهر، إن كان في هذه الساحة أو في ساحة الشهداء أو في شوارع العاصمة الأخرى عند الثانية من بعد الظهر. كما هو واضح من خلال التحركات الميدانية فإن المحتجين لن يتوقفوا عند ما تعتبره السلطة فشت خلق، وإنما هناك قرار نهائي بالمضي بهذه الاحتجاجات إلى حين حصول تغيير مرتقب ومطلوب من قبل هذه السلطة. بالأمس شاهدنا أيضا إعلان وزارة الخارجية مقرا للثوار ومرفأ طرابلس أيضا مرفأ للثوار، إضافة إلى التمركز في وزارة الطاقة والاقتصاد والتربية والدعوات للدخول إلى كل المرافق العامة التي هي بطبيعة الحال ملك للناس أولا وأخيرا. أيضا جمعية المصارف كانت هدفا للمحتجين بالأمس، هذا على الصعيد الميداني. من ناحية التظاهرات في مرفأ بيروت أيضا تستمر أعمال رفع الأنقاض بحثا عن ما يقارب 20 شخصا لا زالوا مفقودين من بين فوج الإطفاء والدفاع المدني والجيش اللبناني، وإنما أيضا من موظفي مرفأ بيروت، مع تدني احتمالات أن يكون أحد من هؤلاء لا يزال على قيد الحياة. أيضا بدأت المستشفيات بتسليم الجثث التي تم التعرف عليها ليقوم ذووها بدفن الضحايا. المزيد من الجرحى أيضا يسجل يوما بعد يوم، إضافة إلى بدء رفع أيضا مخلفات انفجار المرفأ من الأحياء السكنية تحديدا في منطقة الأشرفية المحيطة لمرفأ بيروت والتي هي من أكثر المناطق تضررا جراء هذا الانفجار. على الصعيد السياسي ترقب كما ذكرت للمؤتمر الذي ينعقد اليوم، وإنما أيضا ترقب لزيارة ديفيد هيل الأسبوع المقبل، وهو يحمل أيضا مبادرة أمريكية فرنسية سيتم طرحها على المسؤولين اللبنانيين، تزامنا مع ما قال مع الاستقالات البرلمانية التي حصلت بالأمس وبعيد هذا الانفجار، ومع كلام لرئيس الحكومة عن نية لطرح موضوع انتخابات نيابية مبكرة. ولكن كما نعلم رئيس الحكومة هو لا يملك أي صوت داخل مجلس الوزراء، وبالتالي الأفرقاء السياسيين المتواجدين اليوم في الحكومة هم لن يقبلوا بانتخابات نيابية مبكرة طالما أن الأغلبية النيابية معهم وهم يشكلون هذه الحكومة، وبالتالي أي قلب للموازين سيكون مستبعد في هذه المرحلة الدقيقة التي يعيشها لبنان. وعد. طيب جويس، بالعودة إلى التحركات والتظاهرات، ما المتوقع اليوم على الأرض؟ لا يمكن التوقع وعد. كما شاهدنا بالأمس كان العميد المتقاعد جورج نادر قد تحدث عن مفاجأة يتم التحضير لها، وهو ما حصل في وزارة الخارجية. وبالتالي من الواضح تحديدا لدى المجموعة المتقاعدة في الجيش اللبناني أنها تعمل بمخطط تدريجي للتحرك الميداني. بالأمس كانت هناك مطالبة من هؤلاء بحكومة عسكرية انتقالية، وبالتالي ربما التحركات ستشهد تصعيدا إضافيا، ولكن الخشية هي من المواجهات وكيفية تعاطي قوات الأمن مع هؤلاء المتظاهرين، خصوصا وأنه سجل للمرة الأولى يوم أمس إطلاق أعيرة نارية من أسلحة صيد ضد المتظاهرين. وبالتالي اللعب على الوتيرة الأمنية هو
ما يخشاه بعض المتظاهرين اليوم وبعض الأصدقاء السياسيين أيضا من أن يؤدي هذا إلى تفلت الشارع وعدم القدرة على السيطرة بعد التفلت. الزميلة جويس الحاج خوري، شكرا جزيلا لك، حدثتنا من وسط بيروت. ونتابع في أخبارنا، تجمع آلاف الإسرائيليين أمام مقر إقامة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في القدس مع تزايد الغضب ضده بسبب الفساد المزعوم وطريقة معالجته أزمة فيروس كورونا. وقالت رسائل الضخمة بمكان الاحتجاج: انتهى وقتك، في الوقت الذي لوح فيه المتظاهرون بعلم إسرائيل ودعوا نتنياهو إلى الاستقالة بسبب ما يصفونه بفشله في حماية الوظائف والشركات التي تأثرت بالوباء. وزادت حدة الحركة الاحتجاجية خلال الأسابيع الأخيرة مع اتهام المنتقدين نتنياهو بانشغاله بقضية فساد مرفوعة ضده، في حين ينفي هو ارتكاب أي مخالفات. عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد حول العالم يبلغ 19 مليونا و800 ألف حالة، فيما وصل عدد الوفيات إلى 730 ألفا. أما عدد حالات التعافي فقد وصل إلى 12 مليونا و720 ألف حالة، وذلك وفقا لموقع وولد ميتر. عادت الاحتجاجات إلى شوارع بيروت أمس السبت متحولة إلى مستوى جديد عبر اقتحام وزارات عدة ووقوع اشتباكات عنيفة مع القوى الأمنية، وذلك عشية المؤتمر الدولي لدعم إعادة إعمار بيروت اليوم. دفعت الاحتجاجات رئيس الحكومة حسان دياب إلى الإعلان عن إمهال الأطراف السياسية شهرين للاتفاق على حل، وأكد أنه سيقدم اقتراحا بتنظيم انتخابات نيابية مبكرة. آخر المستجدات على الساحة اللبنانية نناقشها مع الكاتبة الصحفية دنيزة عطلة. أهلا وسهلا بك. إذن أرحب بك الصحفية دنيزة عطلة. شكرا، أهلا بك. كيف تقرأين التصعيد في الشارع في أول تحرك بعد التفجير؟ هل فقدت الطبقة السياسية إمكانية اجتراح الحلول وترك الأمر للشارع؟ واضح أن الطبقة السياسية ليس من الآن بل من 17 تشرين وما تلاها ومن هذا المسار فقدت الطبقة السياسية شرعيتها وفقدت ثقة الناس بها. يعني جاء الأمس وجاءت هذه المقتلة، هذه الفاجعة التي أصابت لبنان واللبنانيين وبيروت تحديدا، لتضع الحجر الأخير على هذه الطبقة السياسية وعلى الثقة بها. ومع الأسف الشديد أداء هذه الطبقة لم يرقى إلى مستوى هذه المصيبة الجلل، فكرست بسلوكة، كرست بأداء الفشل الذي طبع مسيرتها منذ استلام هذه الحكومة لمهامها. وبالتالي طبعا الانفصال كبير بين الناس وبين السياسيين والطبقة السياسية وبين السلطة الحاكمة اليوم. مع الأسف الشديد الناس في واد والسياسيين في واد آخر، وعادوا إلى انشغالاتهم التافهة والصغيرة في الدفاع عن مقاماتهم، عن أنفسهم، عن مكتسباتهم ومحاصصاتهم. هي مأساة وهم يعتبرونها أو يتصرفون كأنها ملهاة بطريقة أو بأخرى. كان لافت بالتحرك أمس مجموعة على رأس ضباط متقاعدين والتي قامت باقتحام عدد من الوزارات، كيف تقيمين هذه الخطوة؟ يعني في لحظات الغضب وفي لحظات الثورة وفي لحظات المآسي التي عاشها اللبنانيون، كل الحركات والتصرفات مباحة، لكن هذه الحركة بالذات بدت منقوصة وبدت كأن من ارتكبها لا يعرفون أن ما سيليها، وبالتالي كان في شيء خطأ أو ناقص، إنه خاصة أن من قام بها هم عسكريون سابقون، وبالتالي يجب أن يكونوا على دراية بتصرفات السلطة والدولة وكيف ستتحرك. بالتالي يعني من اتخذ القرار بدخول واقتحام الوزارات ووضع اليد عليها وإعلانها تابعة للشعب أو مقرات للثورة،
كان عليه أن يعرف وينتظر رد فعل السلطة. على الأقل كان يفترض أن يكون هناك بلورة للسلوك لما سيلي. الفكرة بحد ذاتها قد تكون متاحة ومباحة. يعني أنا شخصيا نعم. أتحفظ عن أي يعني سوء استخدام وتمزيق ورمي أوراق الوزارات والإدارات العامة، لأن هذه مصالح الناس وحقوقهم ومعاملاتهم. أما وضع اليد على الوزارات فهذا أمر مباح. لكن إلى أي حد يمكن أن تكون الخطوة أتت بالتنسيق مع جهة رسمية ما، خاصة تم التلويح مثلا إلى أن الضباط المتقاعدين عادة ينسقون مع جهات في الجيش؟ يعني لا أملك للحقيقة، لا أملك معلومات، ولكن في التحليل وفي يعني مسار الأمور ما صار ما حدث يطرح كثير من علامات الاستفهام. يعني هذا ليس إداء مقبولا لعسكريين، كأنه بدأ حين وضعوا اليد على وزارة الخارجية اللي كانت أول الوزارات كثير من الناس، وكيف تم التعاطي برقي مع كل موجودات الوزارة. استبشر الناس خيرا، ولكن ما هي إلا أقل من ساعة ساعتين حتى بدأ الاستسلام التام، أنه تفضلوا يا شباب أخذناها وتفضلوا رجعوا خذوها. فمما سمح للناس أنه يطرحوا كثير من علامات نعم. الاستفهام عن ارتباطات ومصالح وأهداف هذه طب الحقيقة. إلى أين يمكن أن تتطور الأوضاع ميدانيا؟ يفترض أن الضباط والعسكر المتقاعدون أن يكونوا هم آخر ناس بيقبلوا استسلام إذا حطوا يدهم على شيء بيعتبروه من حقهم ومن حق الناس. سهولة رد هذه الأمور بدون يعني هذه المقرات، بدون ما يقولوا أنه في خطوة تانية ستليها، بدون ما على القليل يفاوضوا على ما سيكون بعد هذه الخطوة، يعني أحبطت الناس ونزعت الكثير من المصداقية عن هذه الحركة، وبدت كأن فولكلور يضاف إلى فولكلورات أخرى مع الأسف بهذا الأداء. إلى أين يمكن أن تتطور الأوضاع الميدانية برأيك؟ بالأمس حاول اللبنانيون استعادة ثورتهم المسروقة، حاولوا رفع الصوت مجدداً أنه نحن لن نقبل بأن نموت صامتين. رد الفعل اللي كان عليهم رد ناس مستشرسة، ناس ما عندها شيء سلطة، ما عاد عندها شيء تخسره، وبالتالي كان الرد بالسلاح المطاط، بالسلاح الحي، بالذخيرة الحية، بالخردق اللي غطى أجساد وشباب والصبايا. هذا دليل أن السلطة صارت مستشرسة بمواجهة الناس، والناس كمان بعد هذه المجزرة التي أصابتهم، بعد استهدافهم وقتل مدينة بكاملة، كنا نقوم على حي أو شارع مدمر، أما مدينة بكاملة مدمرة، فبتصور الناس ما عاد عندهم شيء يخسروه. اللي ما خسر أحبة وأملاك بالمباشر، خسر شيء من روحه، خسر شيء من نفسه، خسر شيء بطاله بمدينته بعاصمته. وبالتالي الناس صارت ما عاد عندها شيء تخسره، وهي دولة أخطر الناس. يوم ما بيعود الناس عندها شيء تخسره إلا حياتها وحريتها وأرزاقها. وبالتالي قد يكون الأفق مسكر، قد تكون الحلول الداخلية مغلقة، ولكن الناس ما بقى عندها شيء إلا أنها تنزل بأظافرة تطارب بحقها، بحياة كريمة، بحقها، بالحياة. كانت الناس وأصبح واضحا بأن الحلول الداخلية كما ذكرتي أصبحت مقفلة أمام اللبنانيين، ونلاحظ يعني تحول الأمور شيئا فشيئا إلى التدويل. وأمس أطلق ماكرون دعوة للرئيس الأمريكي، إلى أي حد يمكن أن يقبل بها ترامب دعوة ماكرون أو اقتراحه بالعودة بقوة إلى الساحة اللبنانية وقطع الطريق أمام تمدد نفوذ إيران وحزب الله في لبنان؟ العودة إلى الساحة اللبنانية، عودة المجتمع الدولي إلى الساحة اللبنانية، عودة المجتمع الدولي اليوم يسعى إليها،
كما ينظر إليها كثير من اللبنانيين بعد أن فقدوا الأمل بهذه السلطة وفقدوا يعني أي رجاء بقيامة لبنان على يد هذه الطبقة الحاكمة. لكن هنالك فرق كبير بين العودة للوقوف إلى جانب الشعب اللبناني، إلى جانب المتضررين في لبنان، إلى جانب المقتولين في لبنان، أو الوقوف إلى جانب القتلة، أي إلى جانب كل الطبقة السياسية التي حكمت لبنان منذ 30 سنة إلى اليوم، والطبقة والسلطة اليوم والتي تتبرأ وتغسل يديها من دم هذا اللبنان وهؤلاء الضحايا الذين سقطوا. المجتمع الدولي مطالب من اللبنانيين وربما له مصالح في العودة إلى الساحة اللبنانية وعدم تركها للسلطة الإيرانية وأدواتها في لبنان، لكن هل هذا يفهم منه احتضان وانتشال ومد يد العون إلى السلطة اللبنانية الحاضرة والحاكمة؟ الأكيد لا. والأكيد أيضا أن المجتمع الدولي لا يرغب لا بمد المساعدة لا السياسية ولا الاقتصادية لهذه الطبقة الحاكمة. طيب، أمس أيضا اقترح أو وعد بأن رئيس الحكومة حسن دياب اقترح انتخابات العمل على انتخابات نيابية مبكرة. برأيك هل هذا هو الحل؟ الانتخابات النيابية المبكرة هي مطلب للشعب اللبناني، لكن هذه الانتخابات أولا على السيد حسن دياب أن يستقيل بعد أن يتم انتخاب حكومة مستقلة، فعلا مستقلة لا تخضع لا لإملاءات سياسية ولا لمصالح سياسية ولا تقوم بجعل اللبنانيين كجرذان المختبر خاضعين لاختباراتهم يتعلمون بنا ويختبرون جهلهم بإدارة البلد. بس هل يمكن فعليا وبعدها تأتي حكومة مستقلة تحضر الانتخابات النيابية مستقلة ومبكرة؟ نعم، هو مطلب أساسي للشعب اللبناني الانتخابات النيابية المبكرة، لكن لا أحد يثق بهذه السلطة لإدارة مثل هذه الانتخابات، لا أحد يثق بهذه الطبقة السياسية التي لن تقوم إلا بإعادة إنتاج نفسها إذا جرت اليوم انتخابات نيابية مبكرة. اللبنانيون بمعظمهم لا يريدون أعطاء سيد حسن دياب حكومته مهلة شهرين لإعادة تحضير الانتخابات. اللبنانيون ملوا، قتلوا، وهل هنالك أفظع من قتل اللبنانيين؟ لست أدري، لا أفهم كيف يمكن لحكومة بعد أن تتجاوز كل ما حصل، تتجاوز دماء الشهداء، تتجاوز 20 مفقودا ما زالوا حتى اليوم مفقودين، 20 جثة، 19 جثة مجهولة الهوية، ويأتينا ويتحدثون وكأن شيئا لم يكن. الرئيس الفرنسي ماكرون يعني قال أنه سيكون له موقف آخر في أيلول إن لم تتم الإصلاحات. إلى أي درجة يمكن لفرنسا رفع السقف في لبنان؟ كان الرئيس ماكرون واضحا، الرئيس ماكرون يقف إلى جانب اللبنانيين شرط أن يقفوا هم إلى جانب أنفسهم، وبالتالي يمكن لفرنسا أن تخلق مناخا دوليا يمكن لها أن تساعد على احتضان لبنان من المجتمع الدولي، يمكن لها أن تقدم مساعدات عينية، لكن فرنسا لا يمكن أن تقوم مقام اللبنانيين بسعي إلى التغيير. في مثل في لبنان يقول قم يا شعبي لأقم معك، هذا ما قاله الرئيس الفرنسي، وهذا ما قاله قبلا لودريان في نزارة لبنان وقال للسياسيين كما للبنانيين ساعدوا أنفسكم لنساعدكم. أكيد فرنسا عبر رئيسها عبرت أنها مستعدة للوقوف إلى جانب اللبنانيين شرط أن يبادروا ويقوموا بما عليهم أن يقوموا به كناس كشعب كما كسلطة فقدت ثقة الناس بها. ختاما، ما أقصى ما يمكن أن يحصل عليه لبنان من مؤتمر المانحين؟ أظن أن أقصى ما يمكن للبنان أن يحصل عليه هو مساعدات عينية تذهب مباشرة إلى الشعب اللبناني، مساعدات طبية غذائية
مساعدات لإعادة الأعمار، لكن أكثر من ذلك يجب أن يكون هنالك قرار داخلي بإنشاء سلطة مستقلة تنظر إلى طموحات اللبنانيين وتلبيها. واسمحي لي أن أقول، لبنان ليس، نحن لسنا شعبا نشحذ على أبواب الأمم، نحن شعب مبادر، شعب ناجح، شعب قادر على النهوض، وقد فعلنا ذلك بعد حرب دامت 15 سنة، فعلناه صحيح بوقوف الإخوة والأشقاء العرب والعالميين إلى جانبنا، لكننا قمنا بما علينا أن نقوم به. اليوم يصورون اللبنانيين وكأن لا عمل لهم سوى مد اليد لطلب المساعدة. قاتل هذا المنظر الذي يطلب من اللبنانيين، الذي يصور اللبنانيين كأنه بدهم مساعدات غذائية. لسنا كذلك أيها السادة، لسنا كذلك. الكاتبة الصحفية دنيز عطلة، شكرا لمشاركتك معنا. إلى هنا مشاهدينا نصل إلى ختام فقراتنا الإخبارية، ملتقانا يتجدد غدا، أما الآن فعودة إلى الزملاء لمتابعة باقي فقراتنا.